يحكم بالعدل في مين؟ على مين؟ يحكم بالعدل على اللي وحشين اللي هم ظالمين مصر. سليم. عايزين كل حاجة ترجع رخصتها زي ما كان. ناس غلابة وناس بتاكل عيش. عايزين نبقى حلوين مع بعض. مسيحيين ومسلمين اخوان. بنعيش عيشة حلوة. بنخبز في العيش بالفرن ابو طينة. ماشي مش لاقيين الوقت الضيق ولا العيش ولا حاجة. ربنا يحمي مصر. بس. احنا نازلين عشان نأيد مصر. مش المشير ولا المجلس الاعلى للقوات المسلحه بس، عشان مصر اللي في التحرير ما بيعبرش باسمنا وما يتكلمش باسمنا. شعب مصر موجود في كل حته في مصر، مش موجود في التحرير بس. بعد اذنكم يا جماعه، ما حدش يتكلم باسم مصر من التحرير، ولا احنا هنا في العباسيه بنتكلم باسم مصر، بس احنا شباب بنقول ان اللي بيحصل في التحرير ده ما يرضيش ربنا. الدمار والنار اللي بتحصل في التحرير ده هي الشعب المصري مش راضي عليها، وكل ما في تخريب في التحرير كل ما هتلاقون هنا في العباسيه موجودين، والشعب المصري كله هينزل باذن الله. الشعب المصري كله هينزل، باكد عليها، لان الشعب المصري عارف كويس قوي من اسكندريه لحد اسوان ان التخريب ده ما يرضيش ربنا. التخريب ده ما يرضيش ربنا. عشان خاطر الخراب، انا محمود الكيال تبع حركه صوت الاغلبيه الصامته وتبع شعب مصر. انا مش تبع حركه بس منان. احنا جايين نقف في العباسيه عشان نأيد مصر ونأيد الجيش والحكومه والشعب، بس الواحد نفسه ان البلد ترجع زي ما كانت واحسن. الواحد نفسه ان البلد دي ترجع زي ما كانت واحسن. وانا بناشد شباب مصر كلها بالعمل، كل واحد يروح يشوف شغله. اللي مش عايزين خراب في البلد، كفايه الخراب. مش عايزين تدخلات اجنبيه، بلدنا بلد عظيمه، لان البلد الوحيده اللي ربنا ذكرها في القران وادخلوها بسلام امنين. يا ريت البلد دي تفضل بسلام امنه زي ما ربنا قال في القران. وانا بطلب من كل الشعب مصر كله اني حافظ على البلد، عشان البلد دي هي امنا. مصر ام الدنيا زي ما مذكوره في التاريخ ومذكوره عند ربنا. ادخلوها بسلام امنين. وانا بطلب من كل شعب مصر النزول، كل واحد ينزل شغله ونشوف مصالحنا ونوقف البلد. يرجع اقتصاد البلد زي ما كان، وترجع السياحه في البلد زي ما كانت، وترجع مصر محبوبه في جميع دول العالم زي ما كانت. وانا بطلب من الشعب المصري كل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد، أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق مصر إلى ما فيه الخير، وأن تتحد الدولة جميعا، وأن يتحد جميع شباب مصر وأهالي مصر وحدة وطنية واحدة، مسلم ومسيحي يد واحدة. فكلنا كنا في حرب 73 في خندق واحد نعمل من أجل مصر. أرجو ألا يزايد أحد على أرجو ألا نزايد على بعض، وأرجو أن نكون مخلصين للوطن، وأرجو أن يكون الإعلام إعلام وطني مخلص، لا يجيب ما يجيبش بعض أخبار وبعدين يقول فيما يبدو أن كذا والحقيقة، وبعدين تتضح الحاجات. المفروض أن الإعلام ما ينشرش خبر إلا بعد تحقيقات فيه، عشان ما يأسرش الشعب ويطلع في الحقيقة كلام مش صح. عندنا في الفلاحين في مصنع طوب معروف أنه بيطلع دخان كتير، وفي خناقة بين عيلتين، يجي واحد صاحبي يقول فيما يبدو أن هناك دخان كثيف، يعمل قلق، وفي النهايه يبقى المصنع هو ما فيش اي حاجه. ارجو ان الناس تصبر على بعضها، والناس اللي عامله فوضى في مصر في اماكن، مش عايز اغلط في حد او اقول ان ده مش وط مخلص او مش مخلص، ممكن في واحد مخلص بس في حد مقصر معاه، في واحد مقصر عليه، لكن مش عايز حد يزاد على حد. احنا كلنا مخلصين، عايزين مصلحه البلد. ازاي الناس دي بتعمل الكلام ده؟ ليه كل مرحلة؟ المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية حصل كده، المرحلة الأولانية حصل كده. مين اللي عمل كده؟ الأحزاب اللي ما خدتش ولا مقعد في الانتخابات البرلمانية. وأنا بقولها بصراحة، حركة كفاية أو الثورة ما خدوش ولا مقعد في المرحلة الثانية، وبعلى مسؤوليته والانتخابات، والإعادة الفرس ظهر، وأنتوا عارفين الكلام ده. فأنا عايز مصلحة البلد، عايز استقرار البلد. بناءً على إيه؟ المجلس العسكري ده عبارة عن مين؟ أنا وأخويا وابن عمي وخالي وجاري والمسلم والمسيحي، كلنا إيد واحدة. مفيش فينا حد جاي من بره. يا جماعة ما تدوش فرصة لناس من بره، ما تدوش فرصة لناس أجانب من بره تتدخل في الوطن. مصر أكبر من أي تدخلات خارجية. والله العظيم الناس، الشعب المصري 90% منه ناس غلابة، 99 ناس غلابة، وبيتأثروا باللي بره، ناس غلابة خالص. وأشكر الإعلام، وأرجو أن الإعلام يكون يا جماعة موجه وطني، اللي فيه إعلام قومي، إعلام وطني يخدم مصلحة الدولة، يخدم مصلحة الوطن.
مش اعلام عشان ياخد لي 25,000 وفي الحاله او 150,000 و2 مليون وما يهموش مصلحه البلد. والله العظيم الاعلام ده يا جماعه ما يهمه مصلحه البلد. انا عايز اقول لحد، عايز نقول كلمتين اتنين بس، كلمتين اتنين بس. عايز نقول للاخوان المسلمين اللي احنا الشعب اديناهم صوتنا، اديناهم صوتنا عشان يصونونا، اما صنوناش هندوس عليهم بجزمتنا برضه، ان ما حصناش ووقفوا معانا زي ما احنا عاوزين، زي ما الدوله عايزه، هندوس عليهم بجزمتنا. مفيش حد غيرك كبير على الشعب، مفيش حد كبير على الشعب، ولا الجيش، ولا الجيش حد ياثر فيه، ولا نقول ان هيدوا مؤسسه عسكريه، بفضل لنا ايه؟ يبقى علينا العوض بقى، بالبلد راحت، يبقى البلد راحت بقى، نسيبوها للبرادعي ونسيبوها للصيع بقى، ونشتغل احنا بقى معاهم صيع بقى، صبيان صيع بقى. العالم دي لازم تحترم نفسها، والعالم اللي هناك دي لازم تلم نفسها، والجيش يضرب بعيد من حديد، بعيد من حديد. والاعلان الفاسد اللي كل ما يتكلم يقول الجيش بيهاجم، الجيش بيهاجم، البلد ولعت ولسه بيقول الجيش بيهاجم، الجيش بيهاجم. انت يسيبونا عليهم واحنا نروح نخلصوا عليهم نفر نفر، احنا من الفلاحين من البحيره نخلصوا عليهم نفر نفر، فلاحيننا كلنا هنا اهي عندنا استعداد نروح نخلصوا عليهم، ما تخلوش فيهم بني ادم. انا كنت هناك النهارده الصبح وشايف الصيع وشايف كل حاجه عايشه هناك. ما يصحش ما يصحش ما يصحش الاعلام المصري اللي هو بياكل من شعب مصر، من قوت مصر، ان هو يسخن الشعب على الجيش، يسخن الاعلان الفاسد. المصريين محمود سعد ولمس الحديدي والعالم اللي هم وخير رمضان، العالم دي كان ليها فوق، دلوقتي بقت تحت الارض، كانت فوق بقت تحت الارض، دلوقتي كانت فوق الاول. ايام حسني مبارك كان حاططهم تحت رجليه، كانوا بيقولوا كنا احنا بنضرب، يقولوا لا ما فيش، دلوقتي ما بنضربوا، دلوقتي العالم ما بتعملهاش حاجه، بيقول لك بنضربوا. 30 سنه عجبك صنع حسني مبارك؟ عاجبينك؟ 30 سنه بيصوروا للبلد؟ عاجبك يعني حسني خالص؟ من على ابو حسني ايوه ايوه وعلى شكله اللي عمله. احنا ما قلناش حسني، انا حضرت 28 يناير، انا من البحيره حضرتها هنا في مصر. طيب حضرتها هنا، ما كانش حد قادر يتكلم يقول له حاجه. انا حضرتها ولا شباب الثوره، ولا شباب الثوره اللي عملوا كده. احنا حضرنا، انا عن نفسي كنت بشتموا علني قدام بيتنا، احنا حضرنا 28 يناير، عايز اعتلوني اعتلوني. حضرناها، لكن ما كانش حد قادر يتكلم. ايام جمال كانت كده